دينيا نظم اليوم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يوما خاصا لتلاوة القرآن الكريم والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في مختلف المساجد، وذلك بهدف جلب الأمن والاستقرار للبلاد ورفع البلايا. خليل حسن صالح. تجنبا للأوبئة والمصائب وتحسين البلاد من كيد الكائدين وعين الحاقدين، تجمع عدد من المسلمين والمسلمات في الجامع الكبير للملك فيصل، وذلك تلبية لنداء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بتنظيم يوم لتلاوة القرآن الكريم والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وأن يبسط الأمن والاستقرار ويرفع الغلاء عن هذه البلاد. مفتي البلاد الدكتور أحمد النور محمد الحلو تحدث عن أهمية تلاوة القرآن في حفظ البلاد والعباد. غرض أن يمن الله علينا بالعافية ودفع الأمراض والشرور وكل بلية، وهكذا المؤمن إذا التجأ إلى الله تعالى فإن الله تعالى لا يخيب ظنه. ولذا هذه الدعوات المباركات وهذه التلاوة المباركة يجب أن تستمر. أما الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ عبد الدائم عبد الله قال إن تلاوة القرآن والتضرع إلى الله دأب اعتاد عليه المسلمون في تشاد منذ القدم. نطلب من المسلمين، صحيح الناس عندهم أوراد، عندهم كل يوم بيقروا حزبين والبيقروا عشرة والبيقروا ستة وهذين بيختموا في ثلاثة يوم في بيوتهم. نريد نطلب من كل المساجد ولو في الشهر مرة، ولو في الشهر مرتين، أو في يوم الجمعة أو في يوم. كما ختم هذا اليوم برفع كف الضراعة والتقرب إلى الله عز وجل. اللهم هكذا مشاهدي الكرام انتهت الأخبار، ونشكركم على المتابعة.